ابو دم ولا بشي وشي قلب ديال العشوائي 97 بعد التواضيع ودوزوها في 2011 ديال القاعيه الكربون فوتوها يعني باعوها بالعوديه تاع القضايا انا ما عندها علاقه بالدورات انت غير المراقبه كانت بها لي كل خير لها علاقه هذه الهموم ساكنه في سكن والجامعه وتدير الجامعه في سكن اخر شنو المشكل عندك انت شنو المشكل احنا عندنا مشكل ديال اولا ديال المشروع ديال حي الفتح ان الناس بانيه طروازيام بدون رخصه كانت تخشي وحده اخرى درنا لهم التزام بقينا نتسناو من 97 حتى 2011 جات عمران شرات الطروف هذه البلاد حصلت في البرار باصات كدير لهم دارت اجتماع مع السلطه هزوا القاعده 15 وحده ديال صافي ديال صحاب الكربون هزوها باعوها لهذوك ملي صيفط وزير الداخليه جاوبوني بالله هزوهم عطاهم دور عين الروس دور عين الروس جمعوا دابا كامل صيفطوا البرطمات يردوني انا القاعده ديالنا ملي عطاو دور عين الروس البرطمات وردوني حنا القاعده ديالنا ما كاين الكذب في الاخر وفي الاستقبال في الاستقبال كيستقبلوك استقبلوك ولا حسيتي تفضل اسيدي وفي الاخر صافي يكون هاني غنصيفطوك ما كاين لا صيفط لا والو غنديرو حل ما كاين حتى شي حل والحل شنو الرساله هذه اللي من غتوجهها نعم هذه الرساله اللي من هذه الرساله للسيد الوالي موجوده لسيدنا الله يطول عمره هو اللي بقى ليا هو اللي وقف معايا في اليوم تختا وهو اللي بقى ليا هو مخلي لي الزياره باش ندخل ولكن انا ما بغيتش ندخل نبقى غادي ما خلوكش تدخل لا ماشي ما خلاوش ندخل ما اعترفوش بهم هاد الوراق هاد الناس كلهم ما اعترفوش بسيدنا كاع كامل واحد واحد انا عندي تسجيل فيديو كاملين عندي تسجيل ديالهم فيديو الى طلبوا لي سيدي نديه ليه فيه الناس اللي باعوا القاعي وفيه الناس اللي عطاو القاعي في 97 اش كيقولوا على القاعي ديالنا وهادو اللي باعوا القاعي اش كيقولوا على القاعي ديالنا جاوبونا بلا اللجنه فات من اللجنه دارت اجتماع مع دمور عين راس عطاتهم القاعي سابهم ها الجواب ديال معدي وقال لك اسيدي عطينا مدور عين الرمز والكربون قال لك هذوك الوراق ديال الكربون كاع ما شادين واش هادي مصيفطيهم سيدنا عليا وعاطيهم وراقي وعاطيهم كل شيء وعطاوني وفي الاخر هاد الوراق ما دايزينش والله يطول عمر سيدنا حنا بغينا سيدنا يبين لنا حقنا في الصخيرات الله يحفظك انا فاعل جمعوي اربعه الجمعيات في جوزت على قبل هاد البقعه دخلت الرابطه الوطنيه حقوق الانسان مستشار فيها على قبل هاد البقعه ودابا 12 عام ولا 13 عام وانا مكرفص انا وبلادي انا اعاده الهيكله شنو مصور انا ما فهمتش الموضوع لكن هي عزيز بلاش بلاش الحمامة طارت خلات على الفرق وافد ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.